السلام عليكم. دشنا في الأيام الأخيرة وزير صحة جديد بمعية والي ولاية أشلف. دشنا إذن مركز نتاع التشخيص سونت ديانوستيك استشفائي ببلدية أشلف، وهذا المركز تابع لي الخواص، وهو بطراز عصري وكبير، يعني يكفي للتكفل بالتشخيص يعني لسيستم داناليز واللي دياغنوستيك في يعني الولايه تاع شلف. وان مبروك الناس شلف، ان شاء الله المزيد من هذه المراكز نتاع التشخيص هذه، اللي هي في الحقيقه سيتي نابوي ستين يعني يناد للنظام المنظومة الصحية يعني بصفة عامة. وإن شاء الله تكون الخدمات في المستوى، وتكون يعني المعدات الطبية تاع التشخيص تكون عصرية وتلبي الرغبات نتاع لا دوموند يعني في هذا الميدان. ونكتفي بهذا، والسلام عليكم.